في دورته 48 يحل المغرب ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب بدعوة من وزارة الثقافة المصرية، والتي تأتي تعزيزا لاستمرارية وقوة التلاحم بين الشعبين. مشاركة المغرب كضيف شرف في هذه الدورة أقول بكل إخلاص ووفاء أنها تعكس التميز في العلاقات المغربية المصرية، وهذا التميز هو يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي البعد الشعبي، والركيزة الثانية هي البعد التضامني. يتميز معرض القاهرة الدولي انه هو كل صناع الناشئ بيكونوا موجودين فيه، حتى لو ما كانش ليهم اجنحه زي ناشرين واصحاب مكتبات وموزعين ومستوردي ورق واصحاب مطابع وفنانين وقراء. معرض القاهرة الدولي له نكهه خاصه وله ميزه خاصه، وكل الناشرين العرب بيحرصوا على انهم موجودين يكونوا موجودين. يشكل معرض القاهره للكتاب حدثا لجميع الدول، سواء من حيث عراقته او عدد مشاركيه الذي يتجاوز 800 عارض، بالاضافه الى عدد زواره الذي وصل إلى 2 مليون زائر خلال الدورة السابقة. هذه السنة مركزين على مدينة الشارقة للنشر، ومن خلال المنبر هني حبينا يعني نعرف الناس والجماهير والناشرين على مدينة الشارقة للنشر. يمثل الحضور المغربي في هذه التظاهرة العربية والدولية بمشاركة أبرز مؤسسات النشر المغربية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والجامعية والبحثية، من خلال رواقين أحدهما مخصص للعرض وآخر للناشرين، وذلك على مساحة تتجاوز 220 مترا مربع. في ظل تطلعات المشاركين والناشرين، يظل هذا المعرض الحدث الثقافي الأكبر في المنطقة، ومؤكدا على ترسيخ العلاقة الأخوية بين الشعب المصري وضيف الشرف هذا العام. أحمد غنيم، الحياة اليوم. افتتاح المعرض الدولي للكتاب الحقيقة بيبقى إشارة مهمة، إشارة أن القاهرة ما تزال مركز ثقافي وإشعاع تنويري مهم، رغم أنه ثقافة الكتاب في مصر تأخرت كثيرا، ورغم ان ثقافة القراءة في مصر اصبحت نادرة، يمكن يعني فئات محدودة جدا هي التي ما زالت تحرص على ان تمسك الكتاب بيديها. في ناس كتير ما بتقراش خالص، وفي ناس كتير استعاضت عن الكتاب الورقي بالكتاب الالكتروني او بالتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي، او حتى لما تحب تقرأ كتاب بتقراه من على الانترنت، ولكن يظل الكتاب الورقي هو الكتاب الورقي. زي الناس اللي بتقول لك الجرنان يفضل الجرنان، انا لو مسكتش جرنان بايديا والحبر طبع في ايدي ما استلذش بقراءة الجرايد. فحرصنا على استمرار هذه الاحتفالية الكبرى معرض القاهرة الدولي للكتاب ده كلام مهم، ولازم يبقى فيه تفعيل اكتر، ولازم الدورات الجاية وان شاء الله بعد ختام المعرض نبقى نجيب وزير الثقافة هنا في البرنامج او رئيس المعرض ونتكلم في فكرة انه احنا مش عايزين ننظم معرض وخلاص، مش عايزين يبقى فيه اسمها اجنحة محطوط على الارفف كتب وخلاص. هو الهدف تحقق ولا لا؟ هدف معرض الكتاب انه يبقى فيه نوع من الزخم الثقافي الاكتر. هل الزخم ده تحقق؟ نتكلم. هل الشباب بقى مقبل اكتر على القراءة؟ هل عندنا آليات وصلنا بيها وحببنا بيها فكرة الكتاب إلى الناس؟ لو الإجابات على الأسئلة دي لأ، يبقى احنا عملنا معرض والسلام.